أصغر رئيس وزراء بتاريخ فرنسا، عينوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جابرييل أتال صاحب 34 سنة، أو ماكرون جونيور أو ماكرون الجديد. ما أنا قلت هيك، هيدا اللقب أطلقوا سياسيين وصحف فرنسية نظراً لتشجيع ماكرون لأتال وانتقاد المعارضة له بالوقت ذاته. أتال الشخصية المعروفة لدى الرأي العام الفرنسي، وهو أيضاً ناشط سياسي أثار جدل كبير كوزير تربية بعد تصريحاته حول صدمة المعرفة ومدرسة الحقوق والواجبات وتبني موقف لصالح فرض زي رسمي ومنع العباءة بالمدرسة. أصبح الوزير الشاب موجود بكل مكان وبيشغل ساحة الإعلام، مثير إعجاب كبار السن يلي بشكلوا قلب الناخبين المؤيدين لماكرون. بالنسبة إلى نصف الفرنسيين، أتال هو الشخصية الأكثر شعبية بالحكومة وبالأغلبية الرئاسية أيضاً، وكان أصغر وزير للتربية وأصبح أول رئيس حكومة فرنسي بجهر بمثليته الجنسية. جابرييل أتال قادم من حركة المؤيدين الشباب لدومينيك ستراوس يلي كان أحد أبرز شخصيات اليسار قبل سقوطه على أثر اعتقاله بتهمة اعتداء جنسي بال2011 بنيويورك. أتال من أوائل الاشتراكيين يلي انضموا لإيمانويل ماكرون وقت ما أسس بال2016 حزبه إلى الأمام يلي كان نقطة انطلاقه نحو الرئاسة. محسوبيات يعني.